في الزاوية اليسرى لكن إلى خارج ملعب مروان. يا سلام يا أهلي، يا سلام يا أهلي، الله الكرة بتندهلي. وليد أزارو خرج الغرباوي، واللي خرج من داره يتقل مقداره. وليد أزارو أخذ قراره والمباراة خلاص أوشكت على النهاية وقد تصل إلى الثلاثية فعلا. تاتا تاتا الأهلي يفعلها ويتقدم الآن بالثلاثة بكرة جميلة مروان حضرها. وليد استلم سدد لحظة خروج الغرباوي، واللي يخرج من داره يتقل مقداره، بينما وليد أزارو عارف قراره ويكشف عن أسراره بهدفه رقم 17.